بحب الغنى حتى لو بنشز مع نفسي يعني. كان نفسي ابقى راقصه بالي، كان نفسي ابقى رسامه. لا طبعا خفت وعارفه ان انا هتشتم وهيقولوا لي صوتك وحش وحبط يا جماعه. انا جايه شجعونا انا اوكي. لا ما فيش حاجه تبكيني. انا اعرف ناس كتير قوي، رجاله كتير قوي دلوقتي بتروح لدكاتره التجميل يشيلوا الكرش وينفخوا خدودهم ويزرعوا شعر ولا ايه. لا لا احنا نسينا موضوع الجواز ده خلاص، خلينا مركزين في الشغل. اي حاجه تنسى بلدي، اي حاجه تسيء لبلدي، لا ارفض اعملها طبعا. هي دي بس طبعا. طب في معايير مثلا لاختيار الادوار الفنيه؟ لا 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 ما عنديش الكلام ده، لا لا خالص. زي ما قالت باتور كده، الفن حريه. حريه ومتعه. انت لازم تستمتعي بالحاجه اللي بتعمليها، لما بتحبيها بتعمليها حتى لو فيها تعب، مستمتعه بيها، عارفه ان انت بت بت بتطلعي بتخرجي حاجة فنية عندك. وأنا بتهيألي إن كل البشر على الكرة الأرضية عن فنانين، يعني جواهم فن، بس مع اختلاف الأشكال والنسب. طبعا في حد بيبقى الفنيات عنده عالية قوي، في حد بيسمع كويس، حد يعني whatever بقى. بس أنا بتهيألي إنه كل حاجة حوالينا في الكون فيها فن، فدي في حد ذاتها متعة، ان انت تسمعي لحن حلو، تتفرجي على تابلو حلو، تتفرجي على باليه حلو، كل حاجة فيها تذوق فني. الناس احيانا بتشوف ان حياة الفنان دي مرفهة جدا جدا، ده بتعمل ايه يعني، ده بتمثل يعني، مرفهة جدا عندهم حق في كواليس وساعات التصوير وكده. فايه تعليق حضرتك على علشان دايما احنا بنشوف الظاهر، ما بنشوفش اللي بيحصل في كواليس الحكاية. لكن زي اي مهنه في العالم فيها تعب، فيها مجهود، فيها شقه، فيها ستريس، فيها النهارده بتشتغلي بكره ممكن الناس تنساكي، فيها ان انت طول الوقت عايزه تحافظي على صحتك وشكلك وشغلك، وتبقي دايما بتعملي حاجات حلوه او يعني حاجات انت راضيه عنها. وده ما بيحصلش، انت كتير ما بتعملي حاجات، بنصور حاجات على انك لازم تعيشي وتشتغلي. ساعات بتقبلي حاجات انت مش حباها خالص لمجرد انك لازم تشتغلي. طبعا كل الناس عملت كده، الباتشينو عمل كده مش رانيا يوسف، يعني كل الناس عملت كده طبيعي، لانه لازم في وقت لازم تشتغلي، عندك التزامات في حياتك لازم تبقي قدها يعني. لكن في حاجات طبعا انت ممكن يعجبك عمل ما فيهوش فلوس خالص، وده كتير بعمله كتير، بس حقيقي ان انا بس حابه المخرج، حابه التجربه، حابه الموضوع، حابه الدور، حابه يعني حابه ابقى في اللعبه دي. انا في المركب دي، انا بحب الكرو ده، انا حابه الفكره، زي فكره مثلا عمر افندي، انا حابه الفكره نفسها، ان انا ارجع بالزمن سنه 43. احنا ما شفناش الزمن ده، ما شفناش كانوا عايشين ازاي ولا لابسين ازاي ولا بيتكلموا ازاي، مصطلحات الكلام. فدي لعبه حلوه، ابقى لطيفه حتى لو انا ميرسي الله يبارك، حتى لو دور ضيف اتشرف في حاجه جديده تنور عندي وتخرجني بره الاطار التقليدي اللي احنا بنتكلم عنه، لا طبعا اروح العبها جدا.